ونحن بنحب نأهل ونسهل فيه إبراهيم قاباري كمحلل سياسي راح يكون معنا. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير وعيدة فيروز. كل عام وانت بخير عيدة فيروز. يا أهلا وسهلا. شكرا كثير لكم لقناة سامرة، يشرفني كثير كثير أني ألتقي معكم وأشوفكم وأزوركم. ونحن كثير اكيد مبسوطين بوجودك معنا. انا حبيت استضيفك اليوم لحتى انت كمحلل وكلك خبره ولك معلومات نحن اكيد محتاجينها وحابين تحكي لنا عنها شوي، تحكي لنا عن نوروز كوجه خاص وشو يعني نوروز وكيف صارت. شكرا لكم قبل كل شيء وانا اتشرف فيكم. نوروز بالاصل كلمه نوروز يعني يوم جديد. منذ الاف السنين العرق الآري أو الأكراد وحتى الفرس وحتى الإيرانيين وحتى المناطق أفغانستان وباكستان والهند كلهم يحتفلوا بعيد نيروز. صح. نيروز قصة عريقة قديمة، يقال أنه كان في إمبراطور ظالم يضطهد الناس ويقتل الناس، في كتير روايات عنه، بس كان رمز للإضطهاد والسحق والقمع والإضطهاد. صح. فالشعب ما تحمل هالوضع في ذلك العصر. كان في واحد حداد اسمه كاوا، كان يعني هو حداد، حداد نعم هو حداد، شال المطرقة تبعه آخر شيء بعد التراكمات كثيرة طويلة عريضة، شال المطرقة تبعه وصاحب الناس إلى متى سنسكت إلى متى والناس التفت حواليه آلاف الآلاف من الناس وهجم على الإمبراطور وضربوا بالشاكوش المطرقة تبع الحدادة اللي كان يشيلها، وضرب الامبراطور هذا وقتله، وصار في فرحة عارمة بالمنطقة كلياتها، تخلصوا من نظام مستبد وشغلة كانت خيالية انه حدا يقدر يصل للامبراطور ويقتله ويسحقه. اكيد كان عنده قوة واضطهاد وناس وجيش. فشو صار بذلك العصر؟ ما كان في لا اتصالات ولا سلكي ولا لاسلكي ولا شيء. كان التعبير انه كل الناس على مرتفع يشعلوا نار، الناس اللي تشوف هالنار اشاره على انه هذا النار معناته في حدث جديد غير متوقع، وكل ما واحد شاف النار اكثر كل ما الناس الثانيين يشعلوا نار والناس الثانيين يشعلوا نار. خلال لحظات او خلال سويعات أو خلال دقائق كان كل العالم بالمنطقة يعرفوا أنه في حدث جديد. نعم. هالنار تعبير على أنه في حدث جديد، يعني ما كان في اتصالات، هذا اتصالات ذلك الوقت. صح. وكل العالم صار تسأل شو هو الحدث الجديد؟ صار تغيير جديد، يوم جديد في حياة الشعب أو الأمة في ذلك الوقت، وأصبحت رمز للشعب الكردي والآري في المنطقة كلها. صح، العرق الآري. حتى الآري كله كان معناته في حدث جديد، هو انتصار الحق على الباطل. و لحد الآن نحن نعتبر نيروز هو انتصار للمظلوم على الظالم. أيوة. أو الشعب على الدكتاتورية وعلى القمع. صح. خلينا بالشعلة، أنا هيك بدي أحاول أنه شوف المشاهدين الشعلة وقصتها. يعني أنت قلت هو نفسه الحداد كاوا هو اللي شعل الشعلة، صح؟ نعم، الحداد كاوا هو بعد ما قضى على الإمبراطور أو قضى على الملك هو الظالم، هو طلع على هالمرتفع وشعل طلع الشعلة، شعل النار، أنه عطى إشارة أنه في حدث، بحدث معين تاريخي كبير جدا وجليل. صح. جدا، وأشعل النار. وفيما بعد صار رمز اشعال النار في نيروز، رمز هذا اللي كنت بدي أسألك عنه، صار هلأ طقس مثل ما بنشوف. نعم. وهلأ نحن مشاهدينا هذا شعلة نوروز تشعلت دائما قبل نوروز بليلة، يعني ليلة 20 آذار رح تتشعل هاي الشعلة، ونحن كنا مع الحدث وغطينا هذا الحدث لحتى يكون لكم مشاهدينا، خلونا نشوفها بعد ونرجع للمحادثة مع ضيفي. We'll be right back.
تختلف عن السنوات السابقه، لان ما تمر بها كردستان والعراق والمنطقه نتيجه ضرب حرب داعش وايضا الازمه الماليه والاعداد الكبيره من النازحين وما تمر بالتعقيدات السياسيه بشكل عام في المنطقه، لكن نوروز هي العيد القومي التاريخي للشعب الكردي، لذلك نحتفل بها سنويا واحتفل بهذه ايضا هذه السنه مختلفا عن السنوات السابقه بمهرجاناتها المعروفه التي كنا نجريها هنا في هذا الموقع في اربيل عاصمه اقليم كردستان، ولكن ايضا هذه السنه قمنا بهذه الاحتفاليه ونتمنى تكون هذه السنه النصر النهائي على داعش وتنحل هذه المشاكل الاقتصاديه والتعقيدات السياسيه التي تواجه اقليم كردستان والعراق والمنطقه بشكل عام. طبعا احنا نبارك لهم هذا اليوم العيد فبطولاتهم الذي حمت كردستان وهم يدافعونها عن هذا الاقليم وعن هذا الارض الذي هي البيت الامن فقط ليس لشعب كردستان وانما لكل الاعداد الكبيره من النازحين والاحرار الذين يتوجهون الى كردستان ويكون احرارا في هذا الاقليم بتضحيات وبطولات الكشمركه في الجبهات. نعم طبعا هم ايضا اخواننا ونحن شعب واحد ضمن العراق، فهم صحيح انهم نازحين لكنهم مواطنين وهم في اقليم كردستان بلدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل شيء. تطل علينا في هذه الايام اعياد نوروز المباركه وفيها يحتفل شعبنا الكردي البطل في جميع انحاء كردستان وخاصه في العاصمه الكرديه اربيل. والحمد لله من الناحيه الامنيه الامر متوفر في كل مكان وكما ترون بأعينكم، فالاحتفالات في كل مكان على قدم وساق وليس لدينا لحد الآن أي حادثة تذكر وإن شاء الله لا يكون أي شيء والحمد لله. هل يوم عيدنا عيد النوروز يعني كردستان على كل يوم لهذه السنة احنا عيد كردستان عيد النوروز العالمي إن شاء الله هاي هذا كل السنة عيد النوروز إن شاء الله. مشاهدينا وبعد ما شفنا هاي الأجواء الحلوة والكلة هيك طاقة وحيوية وفرح والناس عم ترقص وتحتفل، طبعا هذه كانت تغطية مراسلينا هون بأربيل وكانت تغطية كتير حلوة وبنتشكرهم أكيد نقلونا هاي الصورة الحلوة عن أربيل. ورح نرجع نحكي عن الاحتفالات. أستاذ إبراهيم احكي لي شوي عن هذا الفرح، يعني من هداك الوقت الناس عم تفرح بهذا اليوم وكمان رجع هذا التقليد لنا على طول على مر الزمان، فبكل الدول المناطق الكردية هيك بيصير؟ كل المناطق الكردية وحتى المناطق مثلا مناطق هلا عيد نوروز موجود في باكستان، في كثير من الهند، افغانستان، بإيران كاملة، واكراد تركيا، اكراد العالم كله كمان يحتفل بهالعيد، يعتبروا عيد وطني، عيد مقدس، عيد لابد منه، يعني يعتبروه مثل المفروض، يعني شغلة مفروضة جدا يعبروا فيه عن مشاعرهم وعن أحلامهم وعن أفكارهم وعن وصاير عيد نيروز في الحقيقة عيد عالمي، يعني عيد كل المضطهدين، عيد ثورة، تغيير، يوم جديد، عيد إنساني قبل ما يكون عيد قومي، يعني ما نعتبر أنا عيد قومي فقط لشعب معين، الواحد ما يعطيه لحكر لمنطقة معينة، مو حكر لمنطقة أصلاً أبداً، التاريخ عم يعيد نفسه، يمكن التاريخ عم يعيد نفسه. نحن هسه
بعيد الثورات العربية وعيد الربيع العربي عم نتذكر نيروز، عم نتذكر هالعيد هذا اللي شلون كنا قبل آلاف السنين كنا نعاني من نفس الحالة اللي هلأ احنا فيها. صح. الثورات شلون عم تصير والمظاهرات شلون عم تصير، فعيد نيروز ممكن في شعلات جديدة؟ رح تنشعل شعلات جديدة بعد هاي الثورات؟ ممكن جدا، يوم جديد في كل العالم، كل ما صار جديد هو نتيجة هذاك اليوم، يعني الفضل لهذاك اليوم. صح. نيروز الثورات الجديدة اللي عم تصير كل الفضل لنيروز، نيروز بداية الثورات العالمية، لذلك نحن نعتبر أن نيروز ثورة عالمية، عيد عالمي، يوم مقدس للعالم كلياته وللإنسانية مو لشعب معين. هي مثل ما ذكرت اسم نوروز يعني نهار جديد، صح؟ هي أصلها نيو، نيو يعني وروز. جديد. روز هو بالكردي وبالفارسي وباللغة الآرية روز يعني روج يعني روج. يوم نحن بنقول والنيو... روج كأكراد سوريا روج، صح؟ روج ايه، نحن أكراد منطقتنا كمان روز، وأكراد روج. إيران روز، وحتى اللغة الفارسية روز. روز تجي يوم، والنيو بالإنجليزي نيو كمان، وبالكردي نو يعني نو أو نيو جديد، يوم جديد يعني يوم جديد، حالة جديدة في الحياة. نحن النيروز عندنا مقدس مثل ما قلت، وعيد عالمي، عيد إنساني، عيد يعني نحتفل فيه ونقدسه، ونعتبر أنه هذا العيد لكل الناس، لكل العالم، لكل البشرية، لكل الطوائف، لكل الطوائف، لكل الناس المضطهدين في العالم. نهدي هالعيد لكل الناس، نهدي هالعيد لكل البشرية. نحن ناس ما نعتبر حالنا أنه إحنا منغلقين أو عنصريين أو طائفيين، عيدنا هو عيد كل الناس، وعيد كل الناس هو عيدنا. صح. نحتفل فيه ونبارك فيه لكل الشعوب، لكل العالم، لكل الإنسانية. لذلك إحنا نعتبر هذا يعني هدية من الشعب الكردي، من الناس الآريين، من العرق الآري للبشرية كليتها. صح، هو دائما بقوله العرق الآري هو امتد من الأول لأجد يعني هو عرق كردي. نعم. وين صارت هذه الحادثة؟ بنرجع للحادثة، يعني أنت عندك معلومة أنه الحادثة صارت في هلأ ما يسمى بإيران، يعني هلأ الدولة الفارسية أو الإمبراطورية الفارسية. الاحتفال الأكبر يمكن بإيران. الاحتفال الأكبر هو دائما في إيران، في إيران. لأن الإيران كمان يحتفل بشكل جيد جدا، ويعتبروه مثل ما أنا حكيت لك يعتبروه رمز. رمز. لأنه مو حكر على الشعب الكردي أو الإيراني أو أو البلوشي أو أو حتى العربي في المنطقة، أو حتى الهندي أو الباكستاني. كل الطوائف، كل الطوائف هونيك عم تحتفل. طيب فيك تحكي لنا شوي عن الطقوس اللي بيمارسها الكردي أو كعربي من بهذا اليوم، يعني شو بيعمل، شو بيساوي؟ كل الناس حسب قدرتها وحسب إمكانيتها بدها تعبر عن هاي الطقوس. مثلا الكل يطلع للخارج لبرات المدينة. صح. الكل يلتقي إذا كان في منطقة جبلية أو مرتفع جبلي يحب يروح لهالمرتفع الجبلي. صح. مشان يتذكر أنه النار صارت في مرتفع جبلي. حلو. وشلون كان يخبروا بعضهم أنه في يوم جديد أو في حالة جديدة في الحياة. بإيران مثلا، أنا عشت في إيران فترة، كانوا حتى المقتدر يغير الديكور تبع بيته، يغير السجاد تبع بيته، يغير الكنبات تبع بيته. كيف يعني يغير كل شيء احتفالا بهذا اليوم؟ يغير كل شيء بهذا اليوم، لأنه هذا يوم جديد في حياته. يعني لازم الواحد يغير نفسيته ككل، نفسيته، حتى تياب البيت، تياب العائلة يغيروها، يلبسوا لباس خاص يليق بنيروز. واللون الأصفر دائما كان طاغي على ملابسي هلأ، مثل ملابسي مثل إيه، لون الأصفر اللي هو لون الشمس، لون اليوم الجديد، بزوغ الشمس. صح. في هذا اليوم يعني يوم النور، النور. في بعض ناس كانوا يعتبروا أنه سابقا قبل آلاف السنين كان في شعوب تعبد النار. صح. الشعب الكردي أو الشعوب هاي كان في ناس يعبدوا النار أو يقدسوا النار، لكن إحنا نفتخر أنه نحن نقدس النور مو النار. والنور هو الله سبحانه وتعالى. أكيد. منذ آلاف السنين نحن موحدين. مثلا كان زردشت من المعروفين نحن نحتفل فيه، كان زردشت من الـ يعني كان يقال أنه نبي أو فيلسوف، لكنه كان من الموحدين. تمام، يعني بيعبد الله، يعبد الله، يعني كان يؤمن بالتوحيد، يعني كان في الله التوحيد. دين التوحيد. ولذلك الإسلام كمان بالنسبة لزردشت لحد الآن
ما يعتبروا انه ملحد او كافر او الى اخره. صح، في روايات هيك انه إيه؟ ممكن يكون ملحد او شيء. لا، هو لا، كان هو دينه كان التوحيد وحابب ينشر هذا الشيء بين الناس، ويعتبر في ناس يعتبروا يعني نبي هم بنفس نبي. الوقت صح. فنيروز، نرجع لنيروز، نيروز يعني فتح صفحة جديدة في الكرة الأرضية، في البشرية، إنه شلون الإنسان إذا اضطهد، شلون الإنسان إذا كان في دكتاتور حاكم، شلون الإنسان إذا كان في حاكم طاغي، شلون الشعب يتجمع لحاله بشكل أوتوماتيكي بدون منظمة بدون تنظيم، ويثور على الدكتاتورية وينهي الدكتاتورية. هذا اللي عم يصير بوقتنا الحالي، عم يصير هو إيه. نعم، الاضطهاد دائما نهايته ثورة، ونهاية الثورة هي النصر، ونهاية النصر هو إرادة الشعب. وهذا نيروز هو إرادة هذا الشعب. صح، يعني هي كانت إشارة النار، تجمع الناس. بس هلأ كمان نفس القصة عم تنعاد بكل الدول العربية، في اضطهاد، في ناس تجمعت وقام الثورة، ونحن إن شاء الله مثل ما ذكرت ترجع الشعلة جديدة تتشعل ويكون يوم جديد. وهيك أكيد إبراهيم، أستاذ إبراهيم كنت معنا وشرفتنا بحضورك وبالمعلومات المعطاءة اللي خدمت فيها المشاهدين وخدمتنا، وإن شاء الله دائما يكون في لقاءات متجددة مع حضرتك. شكرك لقناة السامرة. وأنا بدي بس أقول شغلي، نحن نعتبر كل الثورات العربية وكل الثورات في العالم هي نيروز. صح، دائما تكون بداية جديدة، يكون نوروز جديد. شكرا لوجودك معنا، وإن شاء الله لقاءات جديدة ومتميزة. شكرا لكم مشاهدينا، نحن بعد هاي الحديث رح نجي لنشوف تغطية جديدة بقناة سامراء، كيف كانت لأعياد نوروز وأجواء نوروز. خليكن معنا.